فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توجد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وبها مرض السكر وتأخذ الإنسولين، فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر. سؤاله: هل تقضي أم يكفي إطعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكر؟ إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام إنها تقضي، أما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكينا لأنها عاجزة عن الصيام لمرض مزمن. مرض مزمن. نعم.